هذا ونظم متظاهرو محافظة كربلاء تشييعا رمزيا للناشط الشهيد إيهاب الوزني، وذلك بمناسبة مرور 40 يوما على اغتياله وعدم توصل السلطات القضائية إلى الجنات. جدد المتظاهرون خلال التشييع الرمزي مطالباتهم بضرورة محاسبة قتلة الناشطين والمتظاهرين والجهات الداعمة لهم منتقدين، في الوقت نفسه تباطؤ الجهات المعنية في ذلك الصدد، فيما حذروا من مراحل تصعيدية في حال استمرار المماطلة بكشف القتلة. لا يوجد هناك تحقيق جدي بهذا الموضوع لمحاسبة القتلة، وما القتلة مكشوفين، لكن لا توجد أسس أمنية. إيهاب ما يموت، فاهم؟ الطائر ما يموت. شكو شهيد بتشرين هو دمه رسالة لكل أحرار العالم، أنه هاي الحقبة المظلمة من حياة الأحزاب هي انتهت، وإحنا باقيين من كربلاء.